دعني أولا أوضح بأن العديد من الإيرانيين يسمون جو بايدن جو حسن بايدن بعد أن كان هناك باراك حسين أوباما، بسبب يعني محاولات هذا الرجل لتبرير سياساته تجاه الجمهورية الإسلامية. مثلا موضوع الحرس، هذا موضوع الحرس موضوع معقد جدا. الحرس الثوري منذ انطلاقه كان أحد أعداء الولايات المتحدة، قتلوا الأمريكان في بيروت 70 دبلوماسي وموظف في سفارتهم، 170 وأكثر في مقر المارينز ببيروت، خطف الطائرات، اختطاف الأمريكيين، اختطاف ويليام باكلي رئيس مهتد CIA ببيروت، نقله إلى إيران وقتله، وقتل الأمريكيين في خبر بالمملكة العربية السعودية وفي العراق في قنابل سايد، يعني قنابل في طريق. وهكذا رغم ذلك الرئيس جو بايدن كان مستعدا لرفع اسم الحرس من قائمة الإرهابيين، بينما الحرس أكبر إرهابي بالنظر إلى سابقته وبالنظر إلى علاقاته مع 18 منظمة إرهابية في المنطقة وحتى في أفريقيا. فهكذا كان مستعدا، ولكن أمريكا دولة ديمقراطية، دولة المؤسسات، دولة القانون، دولة وسائل الإعلام، دولة التي كان يعني باستطاعة الدكتور قريب أن يتحدث مباشرة للشعب الأمريكي. فهكذا وسائل الإعلام، الكونغرس والرأي العام الأمريكي وقف ضد قرار بايدن، فلذلك من الصعب أن يبرر بايدن هذا القرار. إلى ذلك فإن لدى النظام الإيراني خطة شاملة لقتل السيد بومبيو ولقتل برايان هوك المسؤول السابق عن ديسك إيران، عن طاولة إيران، ومكلف بمتابعة أنشطة وقرارات النظام الإيراني. فمليوني دولار يوميا هذا كلفة مراقبة متشددة لهذين الرجلين. فالولايات المتحدة الأمريكية أرسلت إلى إيران رسالة معينة، عليكم إلغاء إجراءاتكم، فعندئذ سوف نأخذ بعين الاعتبار موقع الحرس، لأن النظام الإيراني يقول الحرس جزءا من قوات المسلحة. ولكن هناك أيضا موضوع فيلق القدس وتواجد فيلق القدس في جميع اضطرابات في المنطقة من العراق، سوريا، لبنان واليمن وغيرها. فأعتقد بأنه من الصعب تبرير ذلك، ولا أعتقد بأن اتفاقية النووية الثانية أو برجام ثاني حسب القول الإيراني سوف يبرم، وما ممكن أن يبرم أو تبرم، سوف يكون شبه اتفاق مؤقتة لفترة زمنية معينة وليس لمدة 10 سنين ولمدة 15 عاما كما كان الأمريكيون يريدون في البداية. نعم، أنا طيب. أعتقد بأن برجام ثاني أو اتفاقية نووية ثانية ماتت بعد انطلاق حرب أوكرانيا.